مساء الخير لجميع متابعين طقس العرب أريبي وذر. رجعنا لكم، احنا هلا نتواجد في مرتفعات عجلون، تحديدا في منطقة رأس منيف. زي ما انتم شايفين الحمد لله في تراكمات جيدة للثلج، وما زال الثلج قاعد بينزل بقوة في اغلب المناطق. عندنا حاليا هون احنا بنشهد ايضا هبوب لرياح قوية بقدر سرعة هباتها فوق 70-80 كيلومتر بالساعة. طبعا الثلج بلش تقريبا من ساعتين في هاي المنطقة، زي ما انتم شايفين في تراكم جدا ممتاز، والتراكمات يعني حتى الآن جيدة، وهي الثلج ممتاز. وخلال الساعات القادمة إن شاء الله متوقعين يستمر هطول الثلوج بإذن الله فوق المرتفعات الجبلية العالية في شمال المملكة. إيش كثير مهم كمان راح نحكي، إحنا في طقس العرب راح نظلنا موجودين في هاي المنطقة، راح نظل موجودين في شمال المملكة، نحاول نغطي تساقط الثلوج خلال الليلة القادمة بإذن الله تعالى. تابعونا في مزيد من التقارير خلال الساعات القادمة. كان معكم أسامة الطريفي من رأس منيف، تابعونا دائما في التقارير القادمة إن شاء الله.